لأن هناك تطورات أيضا على الجانب الآخر في العراق. تم استهداف قاعدة عسكرية أمريكية، هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قواعد عسكرية أمريكية في العراق. هناك على ما يبدو حراك لرئيس الوزراء العراقي في محاولة منه لاحتواء هذا التصعيد. إذن أفادت وكالة رويترز بوقوع هجوم بصواريخ استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق وسماع ضوء انفجار داخل هذه القاعدة. معنا من بغداد مراسلنا شفيق عبد الجبار ليضعنا في صورة هذه التطورات، إليك شفيق. نعم سهام، طبعا صباح هذا اليوم قد تم استهداف قاعدة عين الأسد وهي أكبر قاعدة عسكرية مشتركة في أقصى غرب العراق وتحديدا بالقرب من قضاء أو بلدة البغدادي الشهيرة في محافظة الأنبار، كبرى محافظات العراق. هذه القاعدة تضم قوات للتحالف المشتركة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد سبق وأن هددت ما تسمي نفسها بالفصائل المسلحة أو المقاومة الإسلامية باستهداف المصالح الأمريكية والمصالح العسكرية في البلاد في حال تم التصعيد أكثر على قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي. تم قصف هذه القاعدة صباحا بثلاثة صواريخ من نوع جراد، وهي صواريخ ثقيلة بطول 3 متر ووزن 80 كيلوغراما. هذه القذائف الصاروخية قد انطلقت من قرية قرب قضاء البغدادي كما أسلفت، وتصدت يعني مقاومة القذائف والطائرات إلى تلك الصواريخ، وقد انفلق أحد الصواريخ فيما سقط يعني صاروخ في محيط القاعدة العسكرية، وتمكن صاروخ من دخول القاعدة، ولكن لحد هذه اللحظة لم يصدر من الجانب قوات التحالف أي بيان يحدد حجم الخسائر التي ربما يعني لحقت أو نجمت عن إطلاق هذه الرشقة من الصواريخ. وكانت قاعدة عين الأسد أيضا قد تم استهدافها يوم أمس بطائرتين مسيرتين، وقد يعني أصدرت المقاومة الإسلامية أو التي تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية في العراق بيانا يعني حددت أو تبنت العملية الهجومية، ويعني أيضا هذه ليست المرة الأولى يعني التي تم استهداف هذه القاعدة والقواعد العسكرية التي تضم قوات التحالف. ويعني خلال الأربعة أيام قد رصدنا يعني استهداف قاعدة حرير في بالقرب من مطار أربيل في إقليم كردستان، أيضا قاعدة فيكتوريا التي تضم قوات التحالف قد تم استهدافها قرب مطار بغداد الدولي، وأيضا قاعدة عين الأسد قد تم استهدافها لأكثر من 3 مرات بحسب الأنباء التي